أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتب في الصحف العربية والدولية بعد أهم العناوين. نبدأ من الهيئات. الأمم المتحدة تدعو السلطات الحكومية في العراق إلى إجراء تحقيق في استخدام قوات الأمن القوة ضد المتظاهرين. وفي المدى نطالع. آلاف المتظاهرين في شوارع ديكار ووسط والنجف والبصرة. في الشرق الأوسط مخاوف من دور للحشد بعد استياء إيراني. وفي البصائر القوات الحكومية تعتقل مئات العراقيين خلال الاحتجاجات. أما في موقع عربي 21 فتظاهرات العراق تتواصل لليوم الرابع وازدياد حصيلة القتلى. في القدس العربي الشرطة تفتح النار على متظاهرين وسط بغداد. وفي العربي الجديد عشرات القتلى والجرحى في صفوف المتظاهرين بإطلاق نار في بغداد. كشفت انتفاضة الشعب العراقي العفوية عن أزمة عميقة يعيشها النظام السياسي العراقي الذي أسس سنة 2003 ولم يعد قادرا على إعادة إنتاج نفسه وتقديم طبقة سياسية جديدة تمتلك قدرة الحفاظ على مواقعها في السلطة وحماية مكتسباتها، وفقا لمقال الكاتب مصطفى فحص في موقع الحرة عراق. يعتبر رئيس الوزراء العراقي الدكتور عادل عبد المهدي آخر الوجوه التوافقية التي تمثل ما تبقى من هذا النظام، لذلك ليس من السهل عليه تقديم استقالته، لأن ذلك يعني انتهاء مرحلة سياسية كاملة، الأمر الذي يعرض النظام برمته لأزمة مفتوحة لا إمكانية الخروج منها. لهذا السبب لجأت أركان النظام الأساسية إلى استخدام العنف المفرط من أجل فرض حل أمني لا بديل عنه من وجهة نظرها، حتى تعيد تثبيت سيطرتها وهيبتها التي كسرتها التظاهرات بعدما رفعت سقف مطالبها وجعلت إسقاط النظام في سلم أولوياتها كرد فعل طبيعي على 16 سنة من الفساد والفشل في بناء الدولة وسوء الإدارة. الأزمة باتت أعقد من أن تمنح الحكومة راتباً شهرياً للأسر المعدومة. في هذا الوقت تقترب الانتفاضة الشعبية من بلورة شخصيتها السياسية وتحديد مطالبها ووضع الجميع أمام مسؤولياتهم. ففي شوارع بغداد وبقية المدن المنتفضة تتعدد مطالب المحتجين وتختلف، لكنها تجمع على فكرة واحدة هي التغيير. والتغيير هنا أبعد من إسقاط حكومة أو تعديلها أو محاسبة فاسد هنا ومقصر هناك، فقد بات التغيير المطلوب الآن أشبه بانقلاب كامل. وأضاف الكاتب: يرى المتظاهرون أن أحزاب الإسلام السياسي الشيعي بحسب تعبيره وراعيها الإقليمي هي السبب المباشر لمظلوميتهم، مؤكدا أن السلطة لا تمتلك أدوات للحل وهي متمسكة بخيار القمع، بينما تتسع التظاهرات ويتماسك الشارع الذي يتمتع بإرادة شرعية فعلية. كل موجة حراك احتجاجي في بلد عربي منذ عام 2011 تستدعي معها أصواتا مشككة. التعامل مع احتجاجات العراق في الأيام الماضية هو أحدث نموذج، بعدما ظهر هذا التشكيك في سوريا ومصر وليبيا وتونس واليمن، وشكل الرافعة التبريرية لكل حادث قتل للمتظاهرين واعتقالهم وتعذيبهم. هذا ما جاء في مقال للكاتبة جمانة فرحات في صحيفة العربي الجديد بشأن انتفاضة تشرين في العراق. يدعم المشككون تجاه ما يجري في العراق مواقفهم بعدم وجود محرك معروف للاحتجاجات التي خرجت، وكأن المطلوب أن يظهر هؤلاء علانية لتتم تصفيتهم على غرار ما حدث في البصرة والنجف. ويتناسى هؤلاء أن إرهاصات انفجار الغضب ظهرت مبكراً عندما بدأ العراقيون الخروج على مدى السنوات الماضية إلى الشوارع،
للمناداة بأبسط حقوقهم، التوظيف العادل في مؤسسات الدولة، تحسين ساعات التغذية بالكهرباء، ضمان وصول مياه الشرب، وقف الهدر والفساد، وثراء المسؤولين على حساب شعب يئن من وطأة الفقر، إعادة إعمار المدن المدمرة جراء الحرب على تنظيم داعش الإرهابي، إعادة النازحين، وقف الاعتقالات السياسي، المحاكمات العادلة. وهي مطالب اتحد بشأنها العراقيون بمختلف طوائفهم ومذاهبهم وانتماءاتهم السياسية، كما يغفلون عمدا حقيقة تعمد التجاهل الرسمي لهذه الشكاوى، وكل مرة بحجة مختلفة. من يجب أن يتحمل مسؤولية ما يجري وتبعاته هم الذين تعاقبوا على حكم العراق منذ الاحتلال الأمريكي، والقوى السياسية والدينية التي وظفت العراق والعراقيين لتحقيق مآربها من دون أن تفي بأي وعود لهم. وتضع الطبقة الحاكمة العراقيين أمام خيارين: البقاء في المنازل وتناسي التدهور في حياتهم من دون أن يرفعوا صوتهم اعتراضاً أو طلباً للتغيير، وهو أمر لم يعد وارداً بعدما كسر العراقيون هذه القاعدة منذ حراك عام 2011، أو أن يخرجوا إلى الشارع لتقتلهم القوات الأمنية حتى لو كانت مطالبهم محقة. نبقى مشاهدين مع تظاهرات العراق، إذ تتواصل هذه التظاهرات الشعبية ويتواصل معها ازدياد أعداد القتلى في كل يوم وبصورة غير متوقعة. فعلى الرغم من اعتياد مشهد التظاهرات الشعبية التي تحدث بصورة متقطعة منذ نحو عامين، جاء رد الحكومة العراقية أكثر عنفاً بصورة تشير إلى استنفاد كل وسائل الضبط والهيمنة التي تبعت في السنين الماضية، إذ لم يبقى سوى العنف المفرط لإخماد موجة الاحتجاجات، بحسب مقال للكاتب سلام السعدي. سقطت ذريعة مواجهة داعش من يد الحكومة العراقية التي استخدمتها كسيف مسلط على رؤوس العراقيين، كان دوما يمنعهم من الاحتجاج بانتظار زوال الخطر الداعشي المحدق بهم. وفضلا عن ذلك، ليس بإمكان الحكومة العراقية حل المظالم التي يشتكي منها العراقيون، وهي تتعلق بغياب التنمية الاقتصادية والاجتماعية وغياب فرص العمل والحد الأدنى من الخدمات الحكومية. الحقيقة أن هذا الأمر لا يتطلب سياسة مختلفة عن تلك المنتهجة حالياً من قبل النخبة السياسية، بل يتطلب نخبة جديدة. وهذا ما يفسر العنف المفرط الذي توظفه الحكومة العراقية للدفاع عن وجودها ولمنع الوضع الأمني من الخروج عن السيطرة. أما ما السبب الثاني الذي يدفع السلطات العراقية نحو العنف، فهو استهداف التظاهرات للنفوذ الإيراني في البلاد، ويبدو أن التركيز على إيران جاء ليحل مشكلة طالما واجهتها التظاهرات العراقية في السابق، وهي غياب رمزية معينة يجري توجيه النقمة الشعبية والتظاهرات ضدها. المتظاهرون اختاروا إيران رمزاً للوضع البائس القائم ومهاجمتها في التظاهرات. لقد ازداد النفوذ السياسي والاقتصادي لإيران على العراق منذ الاحتلال الأمريكي، وقد عززت طهران من هيمنتها تلك بذريعة الحرب على داعش، فأنشأت ميليشيات الحشد الشعبي التي يتهمها كثيرون اليوم بالمسؤولية عن العنف المفرط ضد المتظاهرين، بحسب ما ذكره الكاتب. لماذا ينتفض العراقيون؟ سؤال طرحه الكاتب صباح ناهي في صحيفة الاندبندنت العربية، وجاء فيه: لم يعد النظام السياسي في العراق قادراً على فرض هيمنة السلطة الحالية أمام زخم الغضب الشعبي الشاب الذي اقتحم شوارع العاصمة بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية بعد 16 سنة من التغيير الذي أحدثه احتلال العراق عام 2003. فقد أخفقت الوعود الوردية التي يروجها الإعلام الحكومي وعشرات الصحف والقنوات الفضائية الطائفية التي تنفق عليها أحزاب السلطة والجيوش الإلكترونية التابعة للأحزاب الدينية.
في مواصلة تجميل صورة النظام السياسي المحاصصي كل ساعة. لقد أهدر ذلك النظام ما يقارب التريليون دولار من موارد البلاد ومن تبرعات الدول المانحة والمساعدات الأمريكية التسليحية واللوجستية خلال تلك الفترة من عمر مشروع رعته الولايات المتحدة منذ عام 2003 وسلمته المعارضي نظام صدام حسين على أمل بناء تجربة ديمقراطية تقوم على الاقتصاد الحر برعاية الغرب الذي أنزل أطقمه العسكرية لسبع سنوات ووقع اتفاقية تعاون استراتيجي قبيل انسحاب القوات الأمريكية من العراق. وقد تصاعدت أصوات عراقية من داخل العملية السياسية وخارجها قبل اندلاع التظاهرات الحالية بسنوات تطالب بالإصلاح وتغيير تلك السياسة التي قادت البلاد إلى سيطرة داعش وتمدده عام 2011. الأصوات المطالبة بالإصلاح واجهت لامبالاة مفرطة من زعماء السلطة لأن المعنيين غارقون في مشاريع العسكرة والنهب المنظم للثروات ولم يهمهم كثيراً النظر إلى المصالح الحيوية العليا للبلاد كضرورات لاسترضاء الشعب بعد أن ضمن الساسة الاستحواذ على أصوات الناخبين أثناء الانتخابات بسهولة من طريق هيمنة الميليشيات وأحزاب السلطة وبوسائل الترغيب والترهيب. وأضاف الكاتب إن قيام ثورة مجتمعية شاملة أضحى الحل الوحيد أمام الجياع والمهمشين اليائسين. مطالبات أممية بفتح تحقيق عاجل بشأن ضحايا تظاهرات العراق، فقد نشرت صحيفة البصائر العراقية تقريرا خاصا عن التظاهرات في العراق، وجاء فيه دعت الأمم المتحدة السلطات في العراق إلى التحقيق فورا وبشفافية في استخدام القوات الحكومية القوة ضد المتظاهرين مما أسفر عن قتل عشرات الأشخاص. وقالت المتحدثة باسم المكتب الأممي لحقوق الإنسان مارتا هوتاردو في تصريحات إعلامية بجنيف حسب وكالة الأناضول: ندعو الحكومة في بغداد للسماح للناس بممارسة حقهم بحرية التعبير والتجمع السلمي. وتأتي الدعوة في وقت تتواصل حدة القمع المفرط للمحتجين من قبل السلطات في اليوم الرابع من الاحتجاجات الواسعة التي تشهدها العاصمة بغداد وعدد من المحافظات والتي أسفرت عن مقتل العشرات. وقالت هوتاردو: نشعر بالقلق من التقارير التي تشير أن القوات استخدمت الذخيرة الحية والرصاص المطاطية في بعض المناطق وأنها ألقت قنابل الغاز المسيل للدموع كذلك مباشرة على المحتجين. وشددت على أن استخدام القوة في التعامل مع التظاهرات يجب أن يكون في الحالات الاستثنائية فقط، مشددة على ضرورة الامتثال لدى استخدام القواعد أو المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأكدت على ضرورة عدم استخدام الأسلحة النارية إلا كحل أخير للحماية من أي تهديد وشيك بالقتل أو الإصابة البالغة. وأضافت الصحيفة: يحتج العراقيون منذ سنين طويلة على سوء الخدمات العامة فضلاً عن البطالة والفساد في بلد يعد واحداً من بين أكثر دول العالم فسادة بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنين الماضية. تظاهرات العراق إذن تتواصل وازدياد حصيلة القتلى، إذ تجددت التظاهرات أمس الجمعة في العراق لليوم الرابع على التوالي على الرغم من إعلان السلطات حظر التجوال في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات وعلى الرغم من دعوات رئيس الحكومة عادل عبد المهدي المتظاهرين إلى الهدوء. تقرير لموقع عربي 21 يرصد أحداث الثورة. وقال شاهد من رويترز إن الشرطة العراقية فتحت النار على محتجين بوسط بغداد الجمعة فيما تجمع المئات للتظاهر ضد الحكومة وإنها أصابت شخصا واحدا على الأقل بجروح خطيرة بالرصاص. واتخذ قناصة الشرطة مواقعهم على أسطح المباني وأطلقوا عايرة منفردة صوب المحتجين أثناء تجمعهم ما أسفر عن إصابة أحدهم في الرقبة.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن مصدر أمني إن محتجين اقتحموا مبنى مجلس محافظة الديوانية جنوبي العراق. يأتي ذلك بينما قالت مصادر أمنية وطبية إن حصيلة ضحايا قمع التظاهرات التي انطلقت الثلاثاء ارتفعت إلى ذلك. أشارت مصادر محلية لعربي 21 إلى استمرار انقطاع خدمة الإنترنت لليوم الثاني في معظم أنحاء البلاد وتحديدا في العاصمة بغداد. إلى ذلك دعت الكويت وقطر إلى التريث وعدم السفر إلى العراق نظرا للاضطرابات والمظاهرات التي يشهدها الأخير. وأضاف هذا التقرير أن كثيرا من الدول دعت مواطنيها إلى التريث وعدم السفر إلى العراق حاليا وإلى مغادرة العراق فورا نظرا للتطورات التي يشهدها. أكثر المتظاهرين في العراق من الشباب وممن سئموا الوضع العام في العراق، ولا توجد جهة مسؤولة عنهم أو موجهة لهم، بل هم شباب ذاقوا الأمرين وعانوا طوال سنين من الحرمان. ونشرت مواقع إخبارية المئات من الصور عن ثورة تشرين العراقية. هذه التظاهرات بدأت بحشود بسيطة في ساحة التحرير وسط بغداد، لكن البث المباشر على مواقع التواصل والهتافات الوطنية شجعت الآلاف على الالتحاق بهم، خصوصا بعد استخدام العنف تجاه المحتجين ومحاولات تفريقهم بالقوة المفرطة، مما شجع شباب بغداد والمحافظات على التحرك. دعونا لا ننسى أن جهات سياسية كدولة القانون والتيار الصدري أعلنوا عشية التظاهرات أنهم لن يدعموها. نبقى المشاهدين الكرام مع أبدع ما رسمه رسام الكاريكاتير. انتهت مشاهدينا الكرام جولتنا الصحفية، غدا بإذن الله تعالى صدى أقلام جديد من الرافدين في رعاية الله.